البداية دايماً بتكون بأهم أخبار النادي الأهلي من الجرايد. الأهرام، الأهلي يدخل معسكر في الإسكندرية غداً استعداداً للنهائي الأفريقي. كارتيروني يطالب لاعبيه بإغلاق ملف الوصل، ومحمد الشناوي جاهز. الجهاز الفني يخشى التحكيم في موقعة الإسكندرية، والحكام يتدربون على خاصية الفيديو. الأخبار، الوصل جرس إنذار للنادي الأهلي قبل النهائي الأفريقي. كارتيرون، التأهل ما زال قائما والخبرة سترجح كفتنا. الجمهورية يخطط لخطف الأميرة الأفريقية. الأهلي يفتح ملف الترجي، الشناوي جاهز للنهائي الأفريقي. الأخبار المسائي، كارتيرون يحارب الانهيار السريع. الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي بالتميمة، والشناوي يسابق الزمن للتعافي. المساء، مواجهة الترجي حديث الصباح والمساء في الأهلي. تدريبات مكثفة للمهاجمين ومعسكر مغلق غدا في الإسكندرية. الوفد، إقبال على تذاكر موقعة برج العرب وترتيبات مكثفة للحضور الجماهيري. الشروق، الأهلي يرصد مكافآت خاصة للفوز بالبطولة الأفريقية.